يعني تما كاين واحد الكونتراديكسيون في الجزائر. تحية اكبر مسجد، الله اكبر، حنا ما عندناش الماء كيف نديروا المسجد في الجزائر؟ ولا تسمى يحطوا فيه لباد والجيريكان باش يعمروا منه الماء، بلا شال هذيك تسوي الصفوف، يديروها بالجيريكان، تسوي الصفوف يا جماعه، الجيريكان تاعك تاعي عدنا نعمروا فيه. أصدقائي الأعزاء، السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة. كنتمنى باش تكونوا بخير. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم والتفاعل ديالكم معنا في هذه القناة المتواضعة. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا الصحفي الجزائري دوبل كانون اللي كيهضر على تبون والتدشين ديال المسجد في الجزائر، وفي نفس الوقت كيهضر على المعاناة اللي كيعانيها الشعب الجزائري والطوابير على قطرة ماء. الماء ما كاينش في الجزائر. كاين المواطن الجزائري اللي اكثر من 10 ايام حتى ل 15 يوم عاد كينوض كيعطيو هذاك الشويه ديال الماء، كيجيبوا السيترناج وكيبداو كيفرقوا على المواطنين. اصدقائي الاعزاء، ما ندخلش معكم في التفاصيل، غادي نخليكم انتم اللي تتفرجوا وتعطوني الاراء ديالكم في قناه تاع التعليقات. يلا نشوفوا الحلقه ونتلاقاو في النهايه. والله لاعب، والله لاعب خوتي. السلام عليكم. 2024 عندكم ناس تحجر في الماء وقطره تاع ما ماريش كاينه، شعره مقطوع حمزه باذن الله. 6 ايام، 6 ايام، 6 ايام او دعم هو الجامعه ما كاش باش توضوا الناس راهي تيمم. انا نعمرو من جامعه او ربي. 6 ايام ايوا كيديروا حمزه. شوف جرجيره. والله لا خوتي طلقوا لنا الماء، والله العظيم هذه ساعه رانا 6 ايام بلا ماء، والله لا بزاف كبيره تجي نهود نتوضى، والله ما كان الماء في الدار، ما كاش الماء. ايش نديروا؟ ما كان باش نتوضوا ساعه وضوء بالك ساعه انت يما، واحد يبغي يستنجى يبغي يروح هذيك. والله لا عييت هنا، والله لا عييت اليوم الجمعه، الناس تبغي تدوش فاهم. والله لا عيب عليهم حمزه، ما تبي فيها شيء. الله يهديهم. والله العظيم هذه تعملوا انت هذه سمور مرقوها بزاف، 6 ايام بزاف. لانه اليوم سمعت في تيارت رم 12 يوم بلا ماء، راني سمعت انا في عديد من الاماكن قالوا لي راه في عز الشتاء الماء ما كانش. الماء يعني شيء غريب. انا اخويا المخرج تقدر تحط لي فيديو رقم 12 اخويا المخرج، راني نزرب برك باش نعقب له ماكسيموم فيديو رقم 12 من فضلك باش الناس يسمعوا باللي صح في تيارت مساكن راهم ضايعين. تفضل الله يحفظك. ورانا نعانو وتمشي نعيا تبغى مشي للديار بسم الله. على خطره خطره على خطره خطره، بس هذا الخطره صاي نقول لك راهي شو تسير. انا ماشي نقول لك غادي كلا، راه ما عندهم يومين بنهار حنا عليه ما فهمناش اسيدي، والله ما فهمنا كاع. سيتيرنا راه يدير 200، راه يدير 200 رانا في الشتاء ولا ما كاينش ليال عليه. والفاتوره منين نجا حنا الاولين؟ دا 15 يوم ما يجيش، كيحلوا دي 15 يوم في دي 15 يوم يجي من بار ساعه ولا وما كاينش الماء. في ازمه تاع الماء، لا شراب لا تاع الاغسيلو هذو. انا 20 يوم ما عندناش الماء، 20 يوم. يعمروا فوق الجامع في سيتيرنا، وكي تعمر سيتيرنا نهار ولا عندك باش يطلقونا. شفت لاشين رانا دايرينها هنا؟ ها ايوا ما رانا نقارعوا لهم، هي راهم ناسيننا كاع في هذا الحي هنايا، يتهلاو فينا شويه. دوك رانا في الشتاء راهم دايرينها تقريبا قول سمانه. كانوا دايرينها 5 ايام بعد 6 ايام، وكي يطلقها يطلقها خويا على 4 تاع الصباح. الناس هكذا، الناس تعمر ولا توقع على 4 تاع الصباح. شفتوا يا خطي يعني تسمى كاين واحد الكونتراديكسيون في الجزائر. تحير اكبر مسجد، الله اكبر، حنا ما عندناش الماء كيف نديروا؟ المسجد في الجزائر ولا تسمى يحطوا فيه لباد وجيريكان باش يعمروا منه الماء، بلا شال هذيك تسوي الصفوف، يديروها بالجيريكان تسوي الصفوف يا جماعه، الجيريكان تاعك تاعي عدنا نعمروا فيه الماء. مليح لكن المسجد كيما دار يحلوا فيه الماء، الناس تروح تعمر السيترنات بلاش. بالك هاي رونتابيليتي يا سي ابو بكر، راهو يعمروا فيه الماء. دوك هذا هو البارادوكس اللي يخلي الناس ماشي مش فرحانين بالمسجد، فرحانين انه عندنا مسجد، لكن من جهه اخرى ناس، هذا مثال وكان امثله اخرى والوقت لا يسمح، لكن ناس ما عندهاش حتى الماء في عز الشتاء. يعني ربي راهو نزل المطر وانت بسوء التسيير تاعك حرمته على العبد. اروح افهمها انت، ربي في الشتاء المطر دايره حاله والناس ما عندهاش حتى الماء لان ما قدرتش توصلوا. هذا هو سوء التسيير اللي خلى مسجد كيما دام 2012 هو يديماري في الاشغال حتى 2024. تما تكوني نوض هذاك كاردينال لا فيجرين يا صاحبي بزايد، والله بزايد يقول لك غير ما بنيتش لهنا تاع لي بار بلون. يبقى تما لا كريتيك تاع هذا الجانب المالي وقداه سقام اكزاكتومون. تفضل خويا المخرج. وانطلقت اعمال البناء في عام 2012 وكان من المفترض ان تنتهي في عام 2017، الا ان موعد التسليم تاخر اكثر من مره، الامر الذي شكل جدلا سياسيا واعلاميا على مدار سنوات انجاز المشروع. ورفعت بعض التقارير تكلفة المسجد إلى أكثر من ملياري دولار، لكن وزير المالية خرج ليؤكد أن تكلفة المسجد لم تتجاوز 900 مليون دولار. فوالا هذه هي نبداو من هنا، تما نبداو من هنا لي كريتيك لي من حق الانسان طبعا كما قلنا احنا انه ينتقد. دا بدا في 2012، تخيلوا خانتي اليوم رانا 2024 واش بنيتوا صاحبي نازا تما صاحبي بال 2012 2024، تما لا بلاتفورم هذيك اريان هذيك اللي في السماء اللي دايرين اللي يعيشوا فيها ولا هم عايشين فيها قريب اكثر من 6 اشهر اللي في الفضاء هذيك، مسقها ما مش من 2012 صاحبي. واش هذا؟ واش راح بنيتوا تما الفوكو ميلينيوم هذاك تاع ستار وار هذاك الفيسو اللي واش بنيتو صاحبي؟
من 2012 باسكو علاه وقعت فيها غطس ودي ودي وكبر لي فاكتور والاخر ناب تما رانا تبعنا قال لك حتى الفاكتوره وصلت 2 مليار ومازال ما فضش للاسف مسجد مسجد اسس على التقوى لا اسس على التغطاس للاسف شديد وصاروا دي سكوندال وصاروا تما تعرف لانه الدوسيات وين جات كاينه صحافه تقدر تنكيتي وتبحث او درك تبناقص علينا لكن قداه كلف قداه كلفت يعني هل باسكو مسجد نطيشوا الصوار لا في الاسلام كاين بئر راما معروف يا اخي اللي شراها ابي بكر كان يسوى طون راح نيقوسا معاه ويطيح معاه ويقشر معاه وناس قالوا لي يا ولدي قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم اشري البئر تدخل الجنه قال لهم من بعد نشريه بنص السومه ونص الاخرى نزيد نصدقها صافي بادري نشريه انا دخلني نطيش صوارد هذا صواردو اما بالك صوارد الناس من 2012 ل 2024 هل سمعنا واحد دخل الحبس على جال كل المشاريع الكبرى دخلوا فيها الحبس عمار غول وطارق سريع وهذا المسجد هل كاين فيه سرقه لا 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 هذا اللي كانوا يديو كانوا مؤمنين كان حلال عليهم وقلنا كاين اخبار تقول باللي هذا الامام تاع وهران قال كلام وداوه فلا حكينا عليه وراه في الحبس قلنا من الوقت هذاك اكيد خرجت اخبار للاسف خرجت فيديو تاع الوالده تاعو امه يعني المرجح ناس يقولوا امه من هي قالت يعني على ولدها وتطلب في السيد عبد المجيد تبون انه يسامحه يعني على اساس انه اصلا ما دارش يعني غلطه لكن صافي مالو كور لكن وصلنا الامهات تاعنا تما يعني احنا مش باش نستغلوا القضيه ابدا يا خالتي مش راح نزيدوا على الكلام ولا نقولوا الدوله وكذا وكذا احنا نبلغوا برك الرساله تاع الام للشعب الجزائري وربما للمسؤولين تفضل خويا المخرج السلام عليكم يا سيد الرئيس راني نتشفي منكم رب العالمين غوتي محمد راه مقبوض ورانا مقبولين عليه وما دار والو يا سيد الرئيس اهضروا على بلاده هذا يهضر غير على بلاده ما يبغيش فيها التبدال وما يبغيش فيها الخساره وهذا ما دار حتى حاجه اللي غايض الناس هذا غير يهضر غير على حق الدوله ما يهضر حتى على واحد يهضر غير على حق الدوله ويبغي الدوله ويبغي يطلعها ويغيظها الحال منين يشوف الخساره هذه هي الهضره اللي يهضرها على هذه الهضره ولدي راهم قابضينه رانا مزفتين عليه رانا مقبولين عليه وما دار حتى حاجه لا غلط غلطه دارش غلطة وغلط حار اسمح له انت فيها اسمح له فيها بقى تخرجها لولادها وتخرجها لي انا يا تخرجها انا لي ولدي هذا ولدي راه مقبول وانا راني كبيرة في عمري 84 عام ورانا مقبولين عليه وما ظلمش ما ظلمش وكان ظلم حتى احنا ما نبغوش هذا الظلم ما نبغوش الظلم حبيبي ما نبغوش الظلم ورب العالمين يطول عمرك ونطلب لك تقوى لك العمر ويثبت لك ما راك تخدم ويثبت لك ما راك تدير والله يجعل رب العالمين يكون معاك مع الناس الملاح والسلام عليكم ورحمه الله. والله يا خط طبعا قلت لك انا مشني من الناس اللي نحب نستغل الفيديوهات باش نزيد نسب ابدا هذه رساله ام متاثره تدافع على ولدها اللي رباته ملي كان بيبي اليوم تشوفوا يعني ما قالش حاجه عيب ما قالش حاجه ظلم فتحير هذه الام كيفاش بعد هاد كل السنوات من الجزائر وتضحيات يظهر ولدها اللي خرج امام ليرشد الناس وينصح الناس ويصلح في المجتمع يظهر هو اللي في الحبس الحبس اخوتي دوريجين الحبس معمول للناس اللي داروا جرائم للبنديه لكن الام هذه فرحت ان ولدها نجح في حياته وخرج امام وعند اخر المطاف فض في الحبس في المكان اللي فضوا فيه البنديه بين قوس كيف ما شفتوا معنا اصدقائي الاعزاء كان هذا هو الفيديو ديال اليوم شكرا لكم بزاف سمحوا لنا كنا طولنا لكم الناس اللي باقا ما شاركتش معنا مرحبا بكم شاركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد اللي كنحطوا دائما في هذه القناه المتواضعه مازال ما درتيش لايك كنتمنى منك باش دير لايك شكرا لكم اصدقائي الاعزاء غادي نخليكم حتى الحلقه اخرى ان شاء الله ديما مغرب والسلام